أنا اللي يخليني أفرق عن أي مخلوق في هذه الحياة إني إنسان، وعشان أكون إنسان مش بشر لازم يكون لحياتي قيمة، وعشان يكون لحياتي قيمة لازم يكون لها هدف. يعني أنا جيت للحياة هنا عشان أترك أثر، ممكن يكون الأثر للإنسانية، وممكن يكون الأثر لمجتمعي فقط أو دولتي، وممكن يكون الأثر لعائلتي فقط، وممكن يكون الأثر في شخص واحد أنا مهتم لأمره أو في الجيل اللي أنا راح أبنيه بعدي، أو ممكن يكون الأثر فيني أنا بس. إي نعم، فيني أنا. أنا لو أصلحت حالي وركزت على نفسي وفعلا حاولت أعيش في هذه الحياة كإنسان ذو قيمة، ذو أخلاق، ذو مبادئ، ذو قيم، راح أكون ساهمت في أني تركت أثر في المجتمع. ليش؟ لأني كفرد جزء من هذا المجتمع، ولو كل شخص فينا ركز في صلاح نفسه صلح هذا المجتمع.